ست سنين سلمى من الحرب على سوريا ما قدرت للحظة بكل تفاصيلها أنه تبطئ نبض الحياة بكل تفصيل من حياتنا. الموسيقى ظلت أقوى من صوت الإرهاب والحرب. أكيد زينب، صحيح الشباب السوري كل من بمكانه قدر وباستمراره بعمله كان يدافع كمان عن أرضه لتبقى سوريا منارة للكون سابقا وحاضرا ومستقبلا. اليوم معنا المطرب محمد راجح والعازف جاك صباخي. سعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. كل عام وانتم بخير. بالبدايه اكيد كل عام وانتم بخير. خلينا نحكي شوي عن فرقتكم اللي يمكن نشات او ولدت بفتره الحرب، طلعت موسيقى ومثل ما قلنا بالمقدمه كانت اقوى من صوت الارهاب والحرب. اكيد اول شيء صباح الخير وسعد صباحكم، كل عام وانتم بألف خير. نحن فرقتنا يعني نشات بالحرب، يعني لحتى نحسن نغير شوي من الواقع، يعني أقل شيء يعني بالموسيقى، يعني نحسن نقدمها، إحنا نفرح الناس شوي، نفوت الفرحة لقلبهم يعني. ففتنا بهذا الطريق، يعني إنه نحنا شلة شباب يعني موسيقيين، كوننا هاي الفرقة الصغيرة يعني والحمد لله. يعني نحن اليوم حابين نسمع منكم شيء، أكيد شيء من الجديد اللي أنتوا عاملينه إذا في مجال. نحن رح نقول شيء لحلب. يلا كلنا سمع لحلب. يا محملين العين تحتي عين بتكفى، كل من ولي معه وانا ولي في را، يا ربي نسمة هوا ترد الولف لي. سلم هالصوت. أغاني أنتوا كشباب عم تغنوها أغاني يمكن راقية وطرب وبتعبر بكلمتها عن تراث سوري بلدكم، ويمكن كمان هي الكلمة هي أو هي هذا النوع من الأغاني ما كتير الشباب هلأ بيستهوي، فأنتوا اليوم قد عليكم مسؤولية حتى تحافظوا على هذا الطرب الأصيل وعلى هي الكلمة، وقد عليكم مسؤولية حتى توصلوا رسالة كمان بلد ووطن عبر أغانيكم. هلا نحن بصراحة ما بخفيك يعني نواجه كثير مشاكل بهذا الموضوع، خاصة انه نحن بنكون مجهزين برنامج طالعين حفلة مثلا، لا نحن بدنا هي الغنية. طبعا هي الغنية بتكون انه بمستوى ثاني غير اللي نحن بنشتغله يعني اطلاقا، غير الشيء اللي انتم متدربين عليه بشكل عام. هلا نحن فينا نقوله يعني، بس نحن يعني ما بنحبذ نقوله. اخذتوا يعني منحة معينة، طابع معين فيك تقولي. فنحن بنواجه مشكلة بهذا الموضوع، يعني نحن بدنا نحافظ على الشخصية اللي نحن عاملينها للفرقة، وبنفس الوقت ما بدنا نزعل العالم، يعني نحن موجودين لنفرحهم يعني.
فانا اذا بقول له للمستمع او اللي عم يحضرني انه والله ما فيني انا اقول لك هي الاغنيه انه بده يزعل، فانا جاي لفرحه، ليش لحتى زعله؟ فعم نضطر نحن انه شوي من هون شوي من هون يعني نمشي الوضع. جاك خلينا نحكي يمكن عن هي الآلة، هي الآلة لها نغم خاص وبتتميز بالأساسا هي من أهم الآلات الشرقية الوترية، هذا النوع بالذات بيفرض عليك كمان أنك أنت تسمع شيء معين أو حتى أغاني معينة مع هذا الجيل الجديد، جيل الشباب اللي مثل ما قلت بيطلب كتير يمكن أغاني ما كتير بيدخل فيها القانون، كيف بتقدروا تضبطوا هاي التوليفة إذا فينا نحكي؟ هلا انا بالنسبه لي القانون بيدخل بكل شيء، يعني انا بسمع كل شيء موسيقى، انا بلشت اعزف قانون كثير كنت هي شيء جديد انت حاولت تشتغل عليه يعني. هلا انا السنه تخرجت من المعهد العالي للموسيقى، فهذا الشيء ضافني وضاف لي الخبره ب يعني معرفه العالم شو بتطلب وهيك شغلات، فلا كله بيشتغل على القانون. تمام، في عالم تستغرب انه لا هي الغنية معقول بتشتغل على القانون، انه لا ما في شيء صعب. انت بتجرب مثلا تنغم مثلا مع الغناء مثلا وتحط موسيقى هيك، تالف موسيقى معينه او اكيد او تلبق اغاني على القانون مثل في لي تجارب. اي انا حتى اول باند اشتغلت فيها كان في معنا مغنيه اجنبي، كنت اشتغل مع الاغاني الاجنبيه حتى فالعالم حتى شوي فالعالم شوي كانت تستغرب انه شلون عم يشتغل القانون هذول الاغاني. طب خلينا نسمع شيء جاك يمكن انت اشتغلت عليه يكون غريب شوي، الناس يمكن ما تتخيل انه هي النغمه تطلع بالقانون. اوكي. سلم هالأنامة ما في إلا كتر من هيك، بس يعني في عندك إتقان فظيع جاك على القانون، هذا شيء حلو لأنه هي الآلة يمكن من نوادر إنه صرنا نسمعها بالموسيقى الجديدة. هلأ بدي أحكي معك كمان عن شعارات المسلسلات، يمكن كتير شباب عم بيغنوا أو عندهم موهبة عم بيلاقوا فرصهم أيضا بغناء شعارات المسلسلات كطريقة للشهرة، يعني هل فكرت بهذا الشيء؟ هلأ طبعا فكرنا بهذا الشيء، يعني أنا والشباب يعني أنا لازم بطلع أول شيء، يعني أكيد بدنا نكون الشباب يعني، فشيء صعب جدا هذا، يعني أنا بدي أكون مثلا بعرف حدا بالوسط لحتى أنا
غني شارك مسلسل، ما بيكفي يكون عند موهبة يعني، يعني موهبة مو كل شيء. فهذا صعوبة يعني بهذا الموضوع يعني. نفكر أكيد يعني. يمكن صرنا نلاقي هلا الشباب وخصوصا الفرق اللي كتير مثلكم مثل فرق تانية حلوة ومهمة صارت عم تنزل على الشارع، يعني صارت تغني بالشارع، تعمل حفلات أو تشارك بحفلات بأماكن عامة، أو حتى ممكن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وصارت توصل. هلا هي الشغلة مو جديدة صراحة. يعني نتذكر قبل الأزمة كان في عندنا موسيقى على الطريق، وكانت كل يوم جمعة يصير حفلات بكافة الجناين بالشام. هلا بما انه تكملت بهذا المشروع اللي عم بيصير حاليا بالازمه، فشوي اخذت صدى اكبر. ما بعرف ليش كانت موسيقى الطريق شوي هيك محصوره بين الموسيقيين. يمكن لانه الناس بحاجه. تمام، يمكن هلا لانه الناس شوي صارت بحاجه اكثر، صارت ضوء اكثر يعني. تماما. وصارت عم تنعمل بمناسبات كثير معينه يعني، حاليا هلا بعيد الميلاد، بالاعياد، صارت يعني بالمناسبة هي ينزل هي الفرقه بهذا المكان، فكثير هو شيء حلو وكثير بيسلط سبوت لايت على العالم. خلونا لكان نسمع شيء. شو كنت سمونا هلا؟ حجاز فا. ما فيك غير تقولي الله وقت تسمعي هالطرب. وخاصة يمكن سلمى انه المنحة او الطرب اللي اخدينه هو طرب كتير بذكرك مثلا بحلب، بذكرك بسوريا، بذكرك بهي مخارج الحروف اللي نحن بنحبها والزمن الجميل اللي فينا نحكي عنه. كمان بدي احكي كمان معك عن انه اليوم انتو مثلا 2016 خلصت 2017، هل فكرتوا تألفوا أغاني؟ هل فكرتوا أنه بس ما تحيوا الطرب القديم أو بأسلوب جديد؟ هلأ نحن في كذا غني هلأ بنعم نشتغل عليهم، هن تراث بدنا نحاول نجددهم يعني بشخصيتنا مثل ما حكينا. خاصة أنه جاك بيعزف كمان عربي وغربي. إن شاء الله نحسن يعني نقدم شيء ينبسط فيه يعني شريحة كبيرة من العالم، ما بدنا كل العالم، ما بنحسن نرضي كل العالم، إن
شريحه كبيره من العالم ينبسطوا بهذا الشيء اللي رح هلا انا متاكده بعد هذا الغناء اللي غنيتوه يمكن سلمى انه كل العالم بتحبه. الله يخليك. يعني دائما الهويه الفنيه بتكون كثير اساسيه عند الشباب، يعني اليوم الهويه الثقافيه والفنيه اللي عم تحاولوا يمكن تعملوها لنفسكم، وخصوصا مثل ما حكيت في شباب صاروا يعملوا دمج بالاغاني مثل ما انت عملت هلا جاك، عملت غنية اجنبيه معروفه عملتها بطريقه عربيه، هي الهويه قد ايه صرتوا عم تلعبوا عليها وقد ايه عم تشوفوا انه عم تلقى صدى عند الناس؟ هون الفكره، في صدى عند الناس معناتها شيء حلو، معناتها نحن لازم نفوت بهذا الشيء. يعني لما نحن لازم نعمل شيء بدنا نفكر نحن هذا الشيء رح يوصل ولا لا، فنحن هذا الشيء واصل فنحن رح نفوت فيه، يعني انه ما في داعي نعذب حالنا فكره جديده، يعني مع الوقت نعمل افكار جديده بس هلا خلص انه يعني ما في وقت انه نحن نفكر في اسلوب جديد ممكن هو عم يعطي هذا الرواج له. ايه اكيد. جاك يمكن بس بدي اقول لك انه شو بتحب تحكي، وخاصه انه حامل قالتك حاسه انه مثل رفيقك، وخاصه انه آلة القانون ما عاد شفناها لهيك انا عم بحكي عن آلة القانون، هي آلة شرقيه كثير، فشو بتحب تقول لكل اللي بدهم يتابعونا طبعا واكيد رامي، وخلينا كمان نحكي امنياتكم على 2017 وتسمعونا شيء. اوكي هلا حابب اقول لهم على آلة القانون انه هي صحيح آلة شرقيه قديمه بس هي آلة بتعزف كل شيء حاليا، والمفروض ما تنحط بمنطقة معينة أو بوتقة معينة، إنه هي بس ورا التخت الشرقي، الآلة القانون هي مثل كل الآلات وفيه العازف ياخذها لأي نبداها. وحابب أقول كل عام وأنتم بخير وكل عام المشاهدين بخير وإن شاء الله تكون سنة كثير حلوة على الجميع. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. محمد تفضل شو بتحب تقول، وإذا ممكن على السريع نسمع شيء صغير منكم نختم فيه. رح أقول إن شاء الله هالسنة مرقت خير، وإن شاء الله السنين الجاية كلها على بلدنا تكون خير. وكل عام وانتم بألف خير. خير وموت ليش لك ليش الجلال والجمال والسناء والبهاء في ربا في ربا، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوا في هوا. هل أرى سالما مناما وغانما مكرما، سالما مناما وغانما مكرما، هل أرى في علا تبلغ السما تبلغ السما موطني جد الله ختامه مسك موطني، وان شاء الله بنشوف وطننا بخير وسلامه، وان شاء الله بنشوفكم بمكان كثير مهم لانه بتستحقوا، وشكرا لوجودكم معنا. شكرا كثير جاك وشكرا محمد وكل عام وانتم بخير.